مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وين ما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، نقول لكم مرحبا بكم في حصتكم اديان 100% دي زد اللي تديكم على قناتكم، قناه العائله نوميديا تي في. تحيه كبيره للجمهور اللي حاضر معنا اليوم القوي الهايل الرائع. يلا إذا اليوم راح يكون عدد خاص، لأنه ضيوف من الطراز العالي الهايل. أول حاجة فريقي أديان، بلا بهم دمي ما يمشيش. أعطوني تحية لوسيلة مقرن. حابسين، صح، احنا ماناش حابسين، رانا هنا. مرحبا بك. مساء الخير حسن، مساء الخير ضيوفنا، مساء الخير الجمهور تاعنا وكامل حبابنا. اذا دائما معي انا دمي ما يمشيش بلا بيه، لانه في كتافي. اعطوني تحيه كبيره لزرقان. واحد ما يصرف عليا هو اللسان، واحد ما يعمر لي الكفار، يهضروا وجوه الوزيريه لين صغر جيعان، مرحبا بك. واش راك حسن؟ لاباس. صافا وسيله. واش راك؟ تحياتي لزرقان ووسيله اللي راهم كرونيكال معنا حتى نهايه هذه الحصه. نقول لكم فقط معنا الضيف، ضيف عزيز على قلب الجزائريين، يحبوه هذا الضيف، يعزوه، يقدروه، لأنه مد من حياته للفن الجزائري رغم كل الصعوبات، إلا أنها مازالها واقفة على رجليها، مازالها تمد ومازال تزيد تمد، وربي يطول في عمرها. هذه الفنانة عزة على قلبي وقلوب كل الجزائريين، صبروا معاها وعاشوا معاها في كل محنتها. هي موجودة اليوم في أديان 100% دي زاد. هي فنانة عزيزة الجزائر، تحب كل الجزائريين، رهيفة، تحب كل شيء. تحية كبيرة لعتيقة تبال. عتيقة، مساء الخير حسن، مساء الخير أخت كبسولة، مساء الخير على التوق. وواصل قال لي حاضر معنا، وإن شاء الله تكوني معنا في هذه الحصة. فرحانة وإحنا سعداء بوجودك معنا. الله يسلمك، وأنا تانيك سعيدة جدا معنا، وجود مع الوجوه النيرة. بصح عتيقة حللناك باش تجي، درنا معاك كل الطرق باش تجي معنا، وإحنا فرحانين لأنك اليوم راكي هنا في أديان 100% البيت ديالك. عتيقة عتيقة ما جاتش وحدها، وعتيقة عمرها ما تجي وحدها. اليوم عتيقة جابت لنا خيرة واحد الصديق وفنان شاب اللي دار البوز كثير في التواصل الاجتماعي، وكذلك حتى في حصة في اكس فاكتور. إنه الفنان اللي جانا من ولاية أوسيكادا، مدينة الجمال، مدينة الساحرة الساحلية الشرق الجزائري سكيكيدا. تحية كبيرة للفنان بي ام دي هكذا محمد بوزهرة. محمد بي ام دي محمد، شكرا سندرا، لانه سندرا ما نقدرش يعني من منطقه واحده ما نقدرش. بو هزه. ايوه ايوه بزاف جاب صحيح. تحيه كبيره للعائله بو هزه. عندي واحد الساعه ونص انا نقول بو هزه مش بو زهره، بو هزه مش بو زهره. انا عجبتني زهره لانها انا دائما احب الازهار ومش الازهار، قلت بو زهره. يلا جات زهره، تحيه كبيره لي. كان جبتي بي ام دي صحيحه معليش. فهمتي طبعا. الازهار والاشجار. نموت على الازهار والاشجار والاشجار المثمره.
اذا بما ان جيت ضيف معنا وكذلك موجود معنا ونحن سعداء بوجودك معنا، جبت لنا ضيف وي وصديقك ومحبوب عند كل الفنانين اللي تابعهم من خلال التصوير ويصورهم ويدير لهم كل شيء. اعطوني تحيه لايدي سليم عميره. الله 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 يسرك. لاباس عتيقه، مرحبا بك. مساء الخير خويا حسن محب الازهار. نعم شكرا لك يا زهره الحوان. بيان سور القعده هذه ما تحلاش بلا دي جي ان فايف. طبعا في اول مرحله كما تعرفوا الحصه تاعنا فيها اربع مراحل طبعا، وقبل هذا انا راح نمد لكم المراحل ونعطيكم باش تمشي هذه المراحل والاسئله تمشي معها. لازم نقول لكم الموضوع تاعنا، الموضوع تاعنا ما كاش واحد فينا ما فيش الداخل هذه، الا ماشي بهادي بهادي، الا ماشي بهادي وهادي بهادي، الا ماشي كاع هاك اتقرعيج. موضوعنا اليوم أتقرعيج. ويا سلام كان بكري قال يقول التوقاب الترقاب كلش كانت موجودة بكل منطقة كش يسموها، لكن تقرعيج في المجتمع الجزائري تيبيكمون ألجيريان، ما كانش في العالم واحد يعرف كلمة تقرعيج من خلال أنه اليوم موضوعنا هو تقرعيج. جاء من كلمة قرعة، والقرعة جات من القرعة، القرعة اللي هي كابويا اللي كانوا بكري ينحولها ينحولها الداخل تولي فارغه ويعمروا القرع. شحال تعمر وسيله شكون تعمر القرع. اذا عندنا اربع مراحل، في كل مرحله عندنا اسئله والنسبه على الجزائري، وعندكم الاسئله من عندكم اختيارات انتم تجبدوا لنا الاجوبه حسب واش تقتنعوا من خلال السؤال. تلك المرحله الاولى، يا سلام على المرحله الاولى، شادي مادي هادي ولا هادي تلك. حبي سرك يا الغافل وطراح درك لا تبيع سرك للغير، الناس طول الكلام والحيط بودني. حبي سرك يا الغافل، عتيقة حبي سرك يا الغافل وطراح درك لا تبين سرك للغير. واعرة شوية، الناس طول الكلام والحيط بودني. دوكا ماشي الحيط بودني، الفيسبوك بودني. اه دقوي عندنا عتيقة طبالي حضرة معنا تصفيق عليها حرارة. حسن حسن حسن. نعم. حسن ما تكتبش عتيقة. اكتب عالتوق. نكتب عالتوق، والله غنكتب عالتوق. فاسي فاسي كاري مو عاود. توق ها عالتوق. الاسم الفني للعتيقة احنا كي نحبونا. سليم. اكتب ايدي أيوة. وخل شو دعل دلعو. لا لا ما كانش. ومحمد. خلاص ما عليك. هيا ايدي. انا ما دلعنيش. ايدي. ايوه. هاي. الله الله شبه هناك توالي او توقيت تربحوه من خلال الاسئله وجوكر ان شاء الله يا ربي. الجوكر اليوم لان في المرحله اللي فاتت كان وجود جوكر، اليوم راح نشوفوا راكم واجدين باش تلعبوا معنا. اوني بري. يا سلام عطيك عاودي هالي عاودي هالي. جو سوي بري مسيو. شكرا. لا 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 إيدي ومحمد واجدين؟ وي. المرحلة الأولى تقول السؤال الأول يقول في رأيكم التقرعيج بالنسبة للجزائري هواية ولا مرض؟ واحد ولا اثنين، هواية معناتها موهبة تاعه يحب أو مرض. يلا اكتبونا هواية ومرض، اكتبوا واحد ولا اثنين. يلا مازال مازال تقرعيش اكتب غاول ما تكتبهاش، تكتب رقم واحد. نيميرو برك. اني ميرو برك. معليش معليش ماشي مشكل، كتب لي ميرو. شكرا. طلعوا 30 ثانية تطلعوا الألواح، يلا الألواح. عتيقة تقول لك هواية. و سليم وإيدي. لا لا عتيقة قالت مرض.
واش قالت؟ مرض. عفوا نعتذر، شكرا سندرا. مرض وكذلك راح نشوف النتيجه عبر الوطن، راح نشوف شحال النسبه. 27% هوايه و 73% اوه عتيقه. يا سلام عتيقه، يا سلام عتوق عتيقه 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 عتيقه. النسبه راك تمشي مع النسبه تاع الجزائريه، معناتها مريض في الجزائريان على بالك. حنا في تقريج دون لو موند اونتي كلاسين الاولين حنايا. مشرفين. اعطيني ميزه، اعطيني ميزه قبل ما نروح السؤال الثاني. اعطيني ميزه على القرائج في الجزائري، شنو هي الميزه تاعو؟ حاجه فيه يبان القرائج. القرائج سي تنفيس. على بالنا بصح وين راهو؟ كاين عفسه، كاين كاين كيفاش تعرفي هذا بلي قرعج؟ كيحكم الحيوط. نروحوا اذا شكرا عتيقه. نروحوا السؤال الثاني، يقول الجزائري كي يحكموه يقرعج مول الباب، يدير كل ما كاين والو، ولا تخلص عليه يغسل الماعن تاع العشاء. يلا عاود لي. يدير كل ما كاين والو ولا يغسل الماعن كي يحكموه يقرعج؟ طلعي عتيقة شوف. سمعوا مليح عتيقة، طلعي. ما عندناش ثلاثة، ما عندناش ثلاثة، شكرا زوج عتيقة. لا اسمعش ليش واحد، شو واحد اخر دقيقه ما تقولش دابا لا ريشي سي فوبلي. شكرا لكم عتيقه. معليش عتيقه بدلت نقبلوها، لان عتيقه اليوم ضيفتنا شرفيه العائل الهائله اللي حاضره معنا اليوم، نقبلوا لها الاجابه. يلا الاجابه واش قلتي عتيقه؟ يدير كيما طلع نشوف نيميرو واحد. الله عليك، نشوفوا النسبه في الجزائر ونشوفوا الاجابه صحيحه. او 89%. عتيقه نقطة نقطة نقطة، شكرا عتيقة. عندها زوج نقاط رقم قياسي عتيقة اليوم. شحال عندي لي مايا؟ لا عندي زوج. عتيقة 89% يدير كلي ماشا يعني كلي ما كان والو، بصح راهي 11% تاع تخلص عليها مال يغسل مال. قالك تقرعج ما يقرعجوش من الباب ولا من الريد ومن الطاقة. بعوينا بالعين هكا يا بالتواقي. سا سي غراف غراف. نروحوا نروحوا الى السؤال الثالث، يقول الجزائري كي يشري فريجيدار جديد ويدخلوا للدار على 3 تاع الصباح، يعني يشري فريجيدار يطبعوا على 3 تاع الصباح، يفيقوا له الجيران ولا ما يفيقولوش؟ كان يقولوا له مبروك عليك فريجيدار 10 ثواني. يلا يلا يا مين وين باغي يشريه؟ اعطوني الاجابه. يا سلامي، يفيقوا له الجيران طبعا. راح نشوفوا النسبه في الجزائر، نسبه عبر الوطن 97% يفيقوا له الجيران. والاجابه صحيحه. خويا حسن قول لك حاجه، يجيبوا على 3 تاع الصباح على 5 تاع الصباح يفيقوا له يفيقوا له. لا لا ينوي 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 يشريه، ينوي يتحل. كيفاش ينوي يشريه؟ سمعوا كيفاش هذا، يعطيني هذه يديكلاري من قبل. ديكلاري من قبل بلي راه يشري في الجديد. برافو عليك عتيقه. نروحوا للسؤال الرابع والاخير في هذه المرحله، مرحله شادي مادي. انت هذه ولا هذه؟ حي. الجزائري كيكون يحكي في التليفون قدام صاحبه ولا صاحبته، صاحباته عفوا، يسقسيه مع من يحضر ولا يدير روحه ما على بالوش بيه؟ يسقسيه مع منو يهضر ولا يدير روحو ما على بالوش بيه؟ يلا عتيقة بقوة، عتيقة بقوة. يا سلام عتيقة عطينا الإجابة. يخلص الوقت في ثلاثة، يقولوا يسقسي مع منو يهضر. نشوفوا النسبة عبر الوطن 68% اللي اتفق عليها الجزائريين انه يسقسيه مع من راهو يهضر ولا يدير روحه ما على بالوش به. اذا نقطة نقطة نقطة. جيد
برو. ثاني كاينه حسن، كاينه حاجه في التقرعيج، حاجه في التقرعيج باغ اكزومبل كيكونوا حنا انا نحكي لا على النساء تكون تحكي في التليفون تقول زعما باغ اكزومبل وي واش راكي صافا شكون نسيمه سالي 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 عليها شتي تي لا لا ماشي هكذا عيدك الخبره والتجربه معنا يلا كي يحب يقرعج يدنا غير بالعقل باش يسمع التليفون صاريز اون لي بورتاب تاع دو هكذا يسمع ولا مرا ولا راجل يعرف كل لي واش قال له اوخ تقولوا معاه الله بيان دي صاحبك يقرعج عليك ما يقرعج بيان سير نقرعج سينو ماشي صاحبي او قدامك يقرعج بيان سير دوك هكا بدا ويشوف واش راح نهضر واش ما راحش نهضر يحب اصلا انا صاحبي اللي كان يقرعج عليا ما ندورش معاه انتوما في الفجق الجزائري تقولوا تقرعج ولا تقولوا كيف كيف لا ميم شوز نقولوا تقرعج وتقولوا ثاني نقولوا واش نقولوا هادي الله قرع نقولوا توقى بتوقب ايوا قب كيف كيف كيما قالوا يركب 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 شويه يسرح 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 فوالا سيبري صح انا نقول عندها حدود انا نقول واحد قرعاج واحد سراح واحد سراح يسرح بالكلاش ايوا ايوا معناش لا لا سي بريسك سي بريسك يسرح شغل سارح وسارح معاك او سارح معاك فوالا نقولوا ساهي معاك او يعس فيك او يسمع فيك صح والحيط بودنيه حي طبعا اذا المرحله كيفاش يقولوا الحيط بودنيه ها بالقبيله كيفاش يقولوا الحيط بودنيه دوك راح ندير مشاكل الزول في اللون مرحبا يسول خاوتنا في شي شويه حتى ترجع لنا دوك الكلمه مش خلو بشويه قرعج الحيط زي مجان الحيط هي مجان سرحان دعود سرحان دعود راديو ترطوار إذن معنا لعتو تشفاو أنطونيو بونديراس أنطونيو بونديراس راك في الجزائر واش تقول لنا على الشعب الجزائري الشعب الجزائري شنو نقول لك خو ما زالوا بعيد ما زالوا بعيد بزاف يا الكيستيون تاعنا تقول الجزائري كي يحكموه يقرعج يلعب كلمه كاين والو ولا تخلص عليه يغسل في الماء انت العشاء يدير روحو ما كان والو شغل حاجه ما كاش يا ولدي لي دو والله لي دو خويا حنا ما عارفينش حتى ماذا بك يغسل الماء انت العشاء وكمو جا يغسل الماء انت تاع العشاء ويسكت ميم ابري لا فيسيل يكونتينيو توجور ا ميديزي انا ما نقرعتش يا خاطرني تقرعت خاطيك وي سينو سي لي زالجيريان مي اون لي جونتي يعطيك الصحه ميرسي بوكو يعطيك الصحه شكرا انا والله الماء تاع العشاء ما نغسلهم مالغري قرعاج كبير وراني قرعج من عند الناس مي الماء تاع العشاء ما نغسلهمش امبوسيبل عاودة 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 ايدي الله يبارك نروحوا قبل ما نجي لك نروحوا لانطونيو بونديراس كنت نتلاقى به واش تقول له انطونيو بونديراس انا كنت معاه مش شفت الانترفيو كنا عليه على انطونيو بونديراس انطونيو بونديراس هو ممثل كبير امريكاني لقيته في الجي سونتر انا يدور هذا نو نو لقيته هاز المحاج مودرن شنو يسكن سي سي قال لي وين في نيفادا اه يا تحيه كبيره عتيقة مرحبا بك مره اخرى تحيتنا لكل الجمهور اللي حاضر معنا تحيه كبيره ليه عتيقة انا فرحانك راكي هنا لا يسمك ايدي سمعنا صوتك درتي الخلع عليك نورمالمون تصدم ما تخافش نورمالمون تا فلانسير تصدم ما تخافش يا اخي تصدم بصح مش بلافو اخو باسي القانون جي موندال الدار اخو بصح هذا هو هذا قواعد اللعبه تاعنا انك اليوم راح نزيدوا لك زابوني اللي كان عندك مليون ابوني نجيب لك 32 مليون ابوني عندي غير ولاد الكارتي ما تمرقوش
إذن مشاهدنا الكرام الآن في هذا التحدي اخترنا نقدروا نديروا مساعدة راح تساعدك مساعدة راح تكون عتوقة يا سلام عتوقة عتوقة راح تساعده لأنه الجيل الذهبي يعرف هذا الغناء ويعرف شكون راح يغني الراب حسني ربي يرحمه الله يرحمه هذيك الرقدة تحياتنا كاع الناس الغرب يلا اسمعوا معايا اسمع جيدا ومعك هذا الغناء بالإحساس بهذا الرومانسية بهذا الإحساس القوي واللي صادق من قلب يخرج من الأعماق مش موجود اليوم في الفنان تاع اليوم للأغنية الراية ويانا نحن نتمنوا أنهم يزيروا شوية وينحنا اللي ندير قدر نديروش مش ما نديروش كونتنتيش في الودن يلا دكتور بالإحساس هو دكتور يلا الآن بإحساسك خرجنا الجيل تاعك وكأنك راك في 95 وعايش هذاك 16 سنه ولا 18 سنه تاع في هذاك الوقت غني لنا حسني الله الله ان شاء الله غبنوني وغبنو ما حنتي فرقتو العشرة السلولة وهلكو ما حنتي عشرة شتي السلولة دائما نقولوا الايقاع المعزاوي نقولوا الايقاع بو هاد لا فوا اون نيتيليزيوه في الريفي صباح Voilà. Je le conseille. Je le conseille. Mais maintenant, je me regarde. Sayyidati. Cheb Idi Rivey. Aïe. Sayyidati, il a quand même dit que je suis allé. Je vais le sauter. Je vais le dire. Je vais le faire. أنا اليوم فرحان بوجودك معنا واش راكي بالوجود ديالكم يا سلام عاوديها لي بالوجود ديالكم يا سلام زيدي عاوديها لي يا سلام يا كلام اللي فيا عتيقة اللي فيا الله اللي فيا يلا نروحوا بيبا ADN 100% DZ على قناتكم نميديا DZ نميديا TV نميديا دي زد نقول لكم ايسي سي لالجيري 48 ولايه واللي خارج الجزائريين ايسي تينكال يا وراكي رايحه قولي لي حقيقه كل الناس قاعده
بيدك عادي على بيدك عادي على عرضك يا برنتو عتيقة قلت لك ولا لك لساقة ذلك تحية كبيرة لعتيقة بيلا سليمة يا سلام يا سلام يا سلام على محمد يا سلام على محمد يا وحشمان محمد اليوم عتيقة نعم تقرعيج حنا قلنا حنا نقولوا تقرعيج الفضول بالعربية كلمة الفضول انتيا انتيا نعم تقرعيج ولا ما تقرعيجيش والله ما نقرعيجش شكون يقرعج عليك ما مالا بالي كان بزاف ولا شوية معمرة يا سلام عتيقة بكري كانوا يقولوا لاكثر لاكثر الناس يتقرعج وما ننسى ودوكا كيف كان ما على بالي 50-50 أنا هذه من بعد نقول لك نقول له 50 نساء و 20 رجال و 30 دراري 30 تعمد راه جايز لا 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 جايز مساكن ما يقرعجوش يا خا والله ما يقرعجو مساكن لا جايز كانت في الحومة كل واحد في الحومة عنده وقابة يعني ولا وقاب لا جايز مساكن يحكوا لك غير على المرض على المشاكل وحدة تحكي على عروستها وحدة تحكي على بنتها وحدة إذن والآن نروحوا للمرحلة الثانية اللي هي عقلية ديزاد السؤال الأول يقول في عقلية ديزاد ركزي معنا مليح عتيقة محمد وسليم أكبر قرعاج في نظر الجزائريين ليش شد الحيط الصغير تاع لافامي ولا الشيخ تاع لافامي أكبر قرعات في نظر الجزائريين ليش شد الحيط؟ عشر ثواني قبل يخلصوا يا عتيقة ليش شد الحيط؟ ولا الصغير تاع لافامي ولا الشيخ تاع لافامي؟ يلا ثلاثة عندكم واحد زوج ثلاثة يلا. يلا 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 الوقت الوقت انتهى رفعوا الألواح عتيقة راكي طار غاولي غاولي لا دقيقة استنى مازال شوية نستنى وقت عتيقة عتيقة هيا خلاص عتيقة روحي طلعي إجابة عتيقة قالت لك الصغير تاع لافامي وي ولي شد الحيط عند محمد وسليم شوفوا النسبه شوفوا الجزائريين واش يقولوا لنا هيا عتيقه 63% اللي شد الحيط و الصغير طرف امي 5% عتيقه 5 ديري صغار ما يعرفوش ماشي ديري صغار انا بالي لاج دو 20 عام 18 عام كان عندك شي واحد قرعج في الفاميليا تاع عندك تاع 18 مقياسه ديجا كاين ما كانش عندي كتاع قرعج كان صغير تاع الدار وفي عمره 40 تما وي 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 هي غير خاصه عندي ما لا لا ماشي لي زونفو ماشي لي زونفو لا لا زونفو بصح ما يعرفوش يقرعجوا اه بون وكاش جا ما تبعتهم يماهم تبعتهم يماهم يا روحي روحي عند الجرقص في الملح وضح الملح قرا شوفي واش جابوا اليوم صح يا سلام عليك عتيقة بعتي بعتي لا أنا بعتي ولدي من بعتو بعتي مقران روح يجري طلع لك خدش طومة تحية كبيرة لي عتيقة إذا نقطة نقطة لي محمد اسمعنا وسليم صافي على دي عتيقة الآن لازم نشد عتيقة اللي كنت تكره مليح دوكاتك يلا انت كوني معنا مليحة سؤال تاني يقول كي يقول لك واحد أرواح نعمر لك القرع مانتها جاب لك خبر الشباب ولا عنده حسيفه مع واحد ولا يحوس على كاش مصيرفه عاودها لك عتيقه هاي باينه جاب لك خبر الشباب فهمتي ولا عنده حسيفه مع واحد ولا يحوس على كاش واحد انتهى الوقت يلا رفعوا الالواح عتيقه طلعي خبر الشباب في الشباب راح نشوفوا من بعد عطيني خبر الشباب اللي جابوه لك راح نشوفوا النسبه 69% عنده حسيفه مع واحد يعني الإجابة تاعكم في ثلاثة خطأ جاب لك خبر شباب اللي درتوه انتوما 7% و 24% يحوس على كاش شغلي منشر ديك هي لا لا دقت لي من واحد شغل حبي منشر أرواح عدتو واش رايك أختي أنا جاب لك خبر شباب بمعنى امونافي خبر في لانه لو كان يسال حسيفه مع واحد يروح يضربو ديريكت لما يقول لك لا لا لما يقول لك قادر حاب يكرهك فيه حسوله واحد يكون قاعد في حاله يقول لك انا جبت لك قرعه شابه روح نقولها لك بعد يقول لك زعما خبر الشباب ولا هدية قرعي جا خبر الشباب يقدر يجيب لك حسيفه داك شي واحد ولا يحب يدير لك حسيفه جابوا لك انت يا لا لا كاين واش مدخلني في حسيفه ليسونس واحد يجيب لي خبر شباب وانت جاب لك خبر شباب
اي دي فوا يقولوا لي شنو اخر خبر الشباب جابوه لك؟ بو بازا هيا والو والو عتيقه مازال والو والله غير مازال ان شاء الله يجيبوا لك خبر الشباب وتسمعي نقول لك حاجه راح تسمعي خبر من ناديان 100% دي زد على جناح الطائر. السؤال الثالث يقول والأخير. على طريقة. في رأيكم وش هما البلايص اللي يمارس فيهم الجزائري ولا الجزائرية أتقر عيج بارتو في كل مكان يعني في الجنازات ولا متطواقي؟ يلا بارتو في كل مكان ولا في الجنازات ولا متطواقي؟ يلا أفعل الألواح بارتو لكل من سلم ومحمد وعتيقة قالت لك في الطواقي الطواقي مريدو مريدو راكي مخيوزة راح نشوفوا النسبة مع الجزائر يعني شوفوا النسبة عبر الوطن 59% بارتو في الجنازات 23% 18% في الطواقي عتيقة عندك شجرة تطلع عليك في الطواقي والريدو لا 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 جيراني ملاح كيفاش قلتي مالها في الريدو طلعت الريدو لا لا صحاب بكري طلعوا من الريدو بكري صح دوكا هذيك راهي في الانترنت دوكا راني في الانترنت توقاب كيفاش يوقفوا في الانترنت يقول لك جو عليك ولا راك كونيكتي ولا ماراكش كونيكتي وثاني يشوفوا ديك لامبونا الخضراء شاعلة يقول لك جوش عمل واحد يقول لي عتيقة لكي فاطنة فرقاد 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 يشوفوا كلها كي فاطنة ولا كي راقدة وانتي عتيقة ما تعرفيش تطفيها هذيك الضوء خضرة هذيك ما نطفيهاش انا اجبر بس تقدري يعني باكي تقدري ما يشوفك حتى واحد تعرف لو كان نطفيها ما تعرفش الشعر عتيقة توقبي انتيا في الانترنت عندي حقيقة تبعك شي واحدة لا 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 كوليكتي اج 24 وانا كوليكتي كوليكتي معاك اج 24 علامة توقبي الأولانية على الكوليكتي كوليكتي ما أمل وقبش نقصر مع لي زامي مع واش درتو وين كنتو مع لي زامي مع لي كوليك تقدري توقبي على لي زامي ما نوقبش نقصرو نروحو راديو تطوال مع زركن عمر شلبي شاعر ومؤلف الله يبارك نورت لنا شاشه نوميديا تي في تي في عندنا لك سؤال يقول واش هو اكبر قرعاج في نظر الجزائريين اسكو لي حاكم الحيط ولا الشيخ تاع الدار ولا الصغير تاع الدار هو لي حاكم الحيط فهمتني تما هادو اليوم حاكمين الحيط هما لي قرعجوا بزاف والله واش هضرت عليهم هادوما غير تقرعيت في الجزائر انا شفتو هادو اللي تهضر ما تقول لي لا تاع العيط لا تاع الدار شفتهم وكل كيف كيف الكبار كاع هما اللي حاكمين الحيط هادو اللي ما عندوش خدمه اللي ما يخدمش بطال هادو هما اللي تصبهم يقرعجوا بزاف فهمتني الشعب الجزائري نقدر نقول لك 90% مقرعج وراكبوا الوسواس وكاع مرضوا وكاع هبلوا هادي نقولها لك انايا وبتجربه وشفتها بعيني ماشي قيل وقال هذه هي شكرا يعطيك الصحه استاذ بارك الله فيك يعطيك الصحه وشكرا بارك الله فيك شكرا اذا تقرعج يقدر يوصل للهبل يا ليلى واش مسكينك يا ما إذن دائما مع حسكم هذه 100% دي زيت على قناتكم نوميديا ما تروح حتى بلاصه ما تزابي واش بقاو معنا هكذا باش نكملوا مع الفنانين اللي حاضرين معنا محمد كنت شفت قال لك 99% الجزائري قرعج ولا 90% الجزائري واش رايك؟ شوف انا بور موا لي فام اكثر من لي ماك قال لك علاش؟ البنات مش بزاف صح هذيك هي خدم بون هذيك هي خدمتهم ما ماشي كما فهمتيو هذيك هي هذيك هي بصح حنا عندنا الفئه الوحيده اللي قرعجوا بزاف في الرجاله هما اللي بالك يقعدوا بزاف القهاوي باسكو كي تقعد بزاف القهوه وما عندك والو ديرو تولي لازمك ما عندكش تولي تشوف انت روحك غير انك سختو اللي يقعدوا لي حيطيس ولا في الحومه ولا حاجه يكونوا قرعجيه في الحومه بزاف يعني هذوك ولا تلامض
ولا تاع لا مود تقرعج تخيز لا مود وي تخيز لا مود دي في لي دومون ما تقرعج زعما في لي دومون قرعج قرعج يمشي المغرب يقدموا لهم يقعد في قهوه ولا في دار على على فنجان قهوه ولا ما يقرعجش راهي يخدموا لهم لي كارت سبيسيال وسما تقرع لولوجي اها قرع جيولوجي فهمت هذو علم هذا علم قرع لولوجي لا لا كارت يسلك كل شهر يروح بوسطا تولي كيما كارت دارتيست تولي انت قرع لولوج فوالا قرع لوج هي على بالك تقرعج منين حسن وعتيقه سمعوني تقرعج يجي من الفيد واحد كيما يكونش عنده الفيد عنده الفيد وعنده باكش باش يشتغل روحه يقرعج على الناس فوالا تحيا على وسيله تقرعج شابه احنا عندنا واحد المثل واحد كيقرعج على واحد عطيه لي المثل الشعبي يقول لك خخفينا والله يعافينا نيهاو تحيه كبيره لك انا عجبتني بزاف هذا المثل العربي الشهير خيخي فينا والعيب فينا من عتيقه تبال خخي فينا والله يعافينا خيخي فينا والعيب والله يعافينا ما قدرتش تجي الله يعافينا خخي فينا والله يعافينا خخي فينا والله يعافينا اذا نروحوا جينجل جزائر اودا المطلوب من محمد بي ام دي اوه عاوي تحية كبيرة لمحمد محمد الان في هذا التحدي اللي اخترناك انت تكون في التحدي هذا اللي صندرة اللي راهي في العريشي راهي تقول لك باللي لازم واش تشوف هنا ولا هنا كما حبيت شوف وعاود لنا واش تشوف بصح بالطريقه الجزائريه اوي نعم واش ici la réception puis-je vous aider madame Clark oui bonsoir est-ce qu'une femme de ménage est passée dans ma chambre aujourd'hui non madame pas depuis votre arrivée Et une personne de la conciergerie non plus Non, madame, l'hôtel ne propose pas ce genre de prestations. D'accord. Il y a un bouquet de fleurs dans ma chambre. Vous savez qui me les a apportées Je viens de prendre mon service, mais je peux laisser un mot à ma collègue de demain matin. Oui, ce serait bien. Et est-ce que par hasard vous avez des caméras de surveillance dans les couloirs Non, madame. C'est un très vieil hôtel ici. Ok, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. هذه كاميرا سيرفيلانس تاع قرعيج معك السكرتير اللي هي موجوده معنا الانيقه لا سكرتير عتيقه هي اللي راح تكلم معك في التليفون هاك التليفون اوكي بصح نحكي راجل ولا ندير الاصوات ولا كيفاش لا الان احكي نورمال اللي فيا واش تحس اللي فيا قالت عتيقه يلا انت دخلت لقيت اسنان دو فلور عندك وسقسي وهي درناش موسيقى تخوف هذا بالجيري ما نقعد ندوش نجي داخل ندير والو بقى هكذا خدمها هكذا ديريكت يلا هاك واجد يلا يلا حسولة هيا ما عنديش تليفون هو يعيط هضرك ما يعيطش زعما انت ديري مكان هضري لابيا الو ريسبسيون عطيلها هاكي روح يا حسن روح ابدا الو ريسبسيون هضري نعم ما جاش واحد اليوم دخل لا شومبر تاعي مازال ما خدمتش لا كاميرا سيرفيلانس نو نو ما اسكو شفتي واحد ولا باسكو لقيت واحد لا كارت وبعثوا لي بوكي دو فلور مازال انا على بالك انا ما نخدمش هاد التقرعيج وكاع انا راني لاوت كلاس تقرعيج خليته مورايا بصح عتيقه ريسبسيون صح لقيت بوكي دو فلور عندي اسكو ما كانش عندكم كاميرات ولا روح شوف دير بوبيني الكاميرا عاود ردها مارشاليير وشوف انا من ريسبسيون القبيحه عطوني تحية كبيرة عطوني تحية كبيرة لبي ام دي بي ام دي شيخة اسمع كون جات تخدم صح في ريسبسيون هذه زعت لك اليوم لا عتيقه راه كاميرا سيرفيلانس بوبيني كلش هذيك هي كريجا دوميسيل كاميرا سيرفيلانس عتيقه شفينا سوبر جيمي وي ها وي شفينا مليح شويه
واش فينا واش كانت هي سبيسياليتي تاعها؟ جيب الخابوري. ها يا اخي برافو عليك هذه يا اخي حسونه عطيني تحيه لك هذا زغرتوني على عتيقه عتيقه والله صدقيني اليوم شرفتينا بوجودك معنا اليوم الله يسلمك بالحضور ديالكم والله الان انا رايح واحد اختي اختي الان لحقنا الى هذا الجينجل نعود نرجع لكم فكرتنا في ليامات الشبان يا حسره يا عتيقه كي كانت ليامات حلوه وكانت الجزائر بيان وكنا حطا عايشين ومازال مازال ان شاء الله ان شاء الله الجزائر تقعد واقفه وتقعد واقفه ان شاء الله تولي من الجزائر انا حقنا مرحله العملاقه الجميله الرائعه لا خلي لي حسن يا سلام عليك انا عجبني هذيك الكحله راهي منا اديني حكمه بها الرزق انترفيو يلا يلا وسيله اختي السلام عليكم مرحبا بك عتيقه توحشناك هذه غيبه لهلا يغيبك كبسول يا عمري ربي يحفظك يسلمك عتوق عتيقه طوبال الانترفيو تاعك وقتاش وقتاش نشوفوا عودة عتيقة طوبال في الشاشات الجزائرية إن شاء الله على القريب 2019 إن شاء الله لأنه الجمهور تاعك راه متوحشك بزاف وأنا تانيك توحشت الجمهور تاعي سي بوغ سا اليوم راني حاضرة معاهم باش طليت عليهم في هاد الشاشة ربي يحفظك يسلمك عتوق وقتاش تتقلق عتيقة كل دقيقة كل دقيقة تتقلق عتيقة طوب يعطيك الصحة جو سوي تخي نيرفوز وي مي بالخف يروح ليك حسونة صح حسنا كاينة حاجة على بالو حسونة كاينة حاجة عاقلة و حنا نعرفوك باللي حنينة وقلبك بيض الحمد لله جزائرية وجزائرية 100% في الدم نموت على الجزائر يا سلام على عتيقة يا سلام خيري وسيلة جو سوي تخي ناسيوناليست الله يسلمك شوفي صح كاع الحمد لله كاع الناس تحب الجزائر بوتيتخ انا عندي شويه والدليل زي. انك تقلقتي ودخلتي الجزائر كنتي في فوالا هذا دليل على انك حبك لهذا الوطن كان محب الوطن تقلقت خليت المرض تاعي ودخلت للجزائر وهذه حقيقه خلات وهذه حقيقه خليت مستشفى في فرنسا ودخلت للجزائر برافو عليها برافو عتوق انا نقول لك ربي يخليك ان شاء الله لينا يسلمك وانتم متالي ربي يطول في عمرك والله يخلي لك صحيحتك ومازال الخير للقدام ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله يعطيك الصحه حبيبتي تعيشي يسلمك كابسو نروح انا وياكم لمحمد بوهزه مرحبا بك الله يسلمك بيامدي سافا لاباس بيان خايف شويه ما تخافش علاش خيرت الراب وما خيرتش الراي بون تو سامبلومون انا كنت كنت نكتب قبل كل شيء يعني قبل ما نختار هذا الفن اللي راح نكون فيه اختار انا كنت نكتب وما كانش طريقه احسن من اني نخرج واش قاعد نكتب احسن من الراب بوتيت الراي بازي بزاف على الريتم بزاف بالك على الايقاع تاعو على ما يبازيش بزاف على لو تيكست كيما كان بكري الراي بين قوسين دونك انا خيرت الراب باسكو عندي بزاف حوايج نكتبهم والراب اقرب وسيله باش نعبر بها وعلاش فضلت تبعد على الجروب وتغني وحدك اي حقنا للصميم انا شوف يا ماشي بعد صراحه وما صح تبدلت ما بقاش كيما بكري ذا فايف بصح انا اخترت نبدا وحدي باسكو الصراحه كان عندي بزاف عفايس حاب نبينهم
وما نقدرش مع الجروب مالوريزمون. الوغ خيرت نبدا وحدي باش نعطي واش عندي كلش، خرج كلش واش عندي، خرج لي كاباسيتي تاعي كاملين اللي كانوا ليميتي، او ميم طو مازلت حبيب معاهم، مازلنا حباب الجروب ومازالوا عندنا خدمات ان شاء الله في المستقبل. صافي بليزير، نهدو تحياتنا لكامل الجروب، يعطيك الصحه ربي يحفظك. الو سليم، سليم ايدي، كيفاش تتعامل مع بي ام دي كي يكون امورو وما عندوش الوقت باش يحكي معاك؟ عادي باسكو كون جات انا في لوكا هذيك ما نحلبوش. كيفاش تخلي بي ام دي ما يفرطش فيك؟ والله بيناتنا الاخويه اكثر من الصداقه واكثر من كل شيء، كما نقولوا درك كل يوم هي از ماي براذر فروم انذر ماذر. زعما هذا كيما حنايا وعتيقه وحسن. الله الله. ايدي ايدي حاجه خلي ايدي خويا شغل. برافو. خويا. يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك. سوي مو حبيبة انا الواد تو نو بروبليم سوكوا جوز كوم تاتا لا بلاطا سي ميو كليب بوا. علي. ولك دينا. ايوا حبيبه يلا هادي هادي يا 77 تعطي تحيه كبيره اللي عتيقه طوبيل محمد بي ام دي ايدي عتيقه طوبيل. دوكا نجي ليك بوزيك كيسيون. مرحبا بك خويا حسونه. شنو هي الاغاني تحبها عتيقه طوبيل؟ معنا اليوم دي جي ان فايف. نحب الشعبي. واش من الشعبي اللي تحبي؟ كاين بزاف شعبي. نحب الهاشمي الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه، وتحيه كبيره لقروابي، لعائله قروابي. لعائله قروابي تحيه كبيره ان شاء الله. نحب الراي تاع بكريب. الراي تاع زمان نحبه. كان نقي وكان. تقرعيت بين البارح واليوم. كيفاش تشوفي تقرعيت تاع البارح وتقرعيت تاع اليوم؟ تفاصل من بكري كاين تقرعيت. على بالنا بصح. تاع الجدود. النسبه تاع بكري مش كيف كيف. قلت جدود. لا لا تاع جديد. بكريك صح بكري كانت تقرعيت دون في لي كارتي بوبولار، انا بنت كارتي بوبولار، كانوا يقول لك زعما هذاك كارتي بوبولار يقرعجوا يوقبوا هي كاع الجزائر كاع يقرعجوا. وين بزاف بكري قال كنا نشوفوا واحد الافلام بكري في الجوا في لي كارتي بوبولار في القصبه زعما في بيلكور في باب الواد في سوستاره هي ما كاش منها كاع كي كاع الجزائر. كل منطقه كيفاش يقرعجوا كل منطقه كل منطقه بصح كي كارتي كارتي بوبولار مسكين دا الشعابك هذا ما كان. ما غالب يعني كاتي بوبيلار كاين حنا بلاصه يعطوا على دوان يا خويا فيف الاحياء الشعبيه. القفه تاعك سكانير. انا نحب الاحياء الشعبيه. نرجعوا للدي جي تاعنا ان فايف نعطي له تحيه ديال باش يفرح بك هكذا عندي قهوه يحبك. الدي جي تاعنا وشنو هي الاغاني اللي تحبها انت واللي تحب تتعامل بها بزاف؟ نحب نقلعج عليها. تقلعج عليها وتحب ديرها كذلك. كما قالت لك الراي قديم ولا توسكي حاجه جديده فوالا يسمعوا فيها لي جان يحبوها بيان سور. الشعبي الشعبي عنده وقته. عنده وقته سمعتيه؟ لا لا عنده وقته بس ما نقول لك عنده قعدات ماشي انا امبورت مون. انت وليد كارتي بوبيلار نعرفوا بيكور ونعرفوا ماشي 12 ونعرفوا العقيبه ونعرفوا بلايص هذوك وناصر يا خويا فيف لي كارتي بوبيلار يحيى الشعبيه يا ما شاء الله. شوفي واش جابت الكارتي بوبيلار احياء الشعبيه وصوتيه. عتيقه اختي قعدي في البلاصه هذيك قولي لهم نروح نجيبوا شويه دراهم. قوليها نروح نجيبوا دراهم. نروح نجيبوا شويه دراهم. برافو عليك جيبوا دراهم. ميحه ونقريشه وقلبها غايش لا يا زلمه ايوا زلمه عندك زهر شمس ونور سيدي ما قديتش وما عندي هاك هاك بزاف
إذن في المرحلة الأولى كنتوا ربحتوا معنا 20 ثانية، يعني 10 نقاط، وعندكم 20 ثانية في المرحلة الأولى. ربما لا، المرحلة الأولى كان عندهم شحال؟ لاريجي عندهم 20، 20 ثانية، 20 ثانية. المرحلة الثانية عندهم 4 ثواني، والمرحلة الثالثة راح نشوفوا شحال يحصلوا من الثواني. راح نقول لكم بلي هاد الثواني تربحوهم في المرحلة الأخيرة. اوكي؟ اك واجد محمد بيمدي؟ قول لك واجد. نورمالمون واجد. هيا مليح. سلم. جينجل خدايم دي زاد. سافروا بك؟ نعم. اليوم راكي ضيفة شرف تاعنا، نحن سعداء بوجودك معنا. راني نديروا لك اغاني غير الجيل المليح الحلو اللي خلى لا جينيراسيون تاعنا هاد الغنى. كاش كيما هاد الجينيراسيون؟ وي ماشي معناتها هاد الجينيراسيون ما كانش كاين. لا كاين بصح. لا جينيراسيون موجود قدامكم واحد جينيراسيون تاع دوكا. لا يبارك عندنا جينيراسيون مليحة وعنده اغاني مليحة بصح الغنى نقي تاع لي زاني 80 لي زاني. كانت اوج العطاء تاع الاغاني 80 و90 كانوا اغاني بزاف نضاف. في الكونيس و... يا سلام يا الله يا سلام. تعرفي في الكونيس؟ وي وليد عمتي في طومع. لا لا مش حسن وطوايس سونا. انا جاي لدوجه، انا جاي نروح قرعشت على لدوجه ما قرعتش عليها. لا انا رايح نقرعج عليها في المرحله الثالثه اللي هي خدام دي زاد. خدام دي زاد السؤال الاول يقول وشن هي الحاجه اللي قرعجوا عليها الجزائريين اكثر؟ واحد الحياه الشخصيه، ولا شحال مخبي دراهم، ولا جوز لي فاكونس عفوا، والرابعه الاخيره هي الشكاره تاع القديان. عندكم اربع اختيارات، واحد اثنين ثلاثه اربعه، الحياه الشخصيه، ولا شحال مخبي خلاص الوقت يلا بالدراهم العتيقه معليش نقولوا لها وين جوز لي فاكونس عفوا، والشكاره تاع القديان صاشيات يلا يلا رفعوا. شحال مخبي دراهم، شحال مخبي دراهم، شحال تموتوا على دراهم. ثلاثه نقول لك ماشي احنا الجزائريين ماشي شحال مخبي دراهم، احنا نقولوا درهم. لا قرعجوا زعما واحد مسكينه ويخدم شهر يقولوا يا خويا يقولوا زادوا لنا هاد الشهر كاش ما فيها بريما كاش ما فيها. احنا دائما نستناو هاد العفسه هاد الجزائريه. ولا يقرعجوا وين مخبي الدراهم؟ لا وين مخبي لا يقولوا بك مسكين ولا عندنا هاد البريما ولا نزوج ولا نطلق ولا هذه فيها الحياه الشخصيه. هذه في الحياه الشخصيه اللي تلقى معي يقول لك واش وقت نزوجوك فوالا هذه يدخلوا لك في حياتك. نروح نشوفوا معنا الان النسبه عبر الوطن. نشوفوا الجزائري واش يقول لك. ها تبعي مليح. 49% الحياه الشخصيه، كذلك 31% شحال مخبي دراهم اللي انتم قلتوها، وين جوز لي فاكونس وشكاره تاع القديان 2% و18% اللي وين جوز. ما عندكم حتى نقطه في هذه المرحله. هو مشكوك في هذه النتيجه. لا المرحله انا نقول لك ما كاين. شوف في الحياه الشخصيه تروح اي جزيره ولا مره على بالو هكذا زرقان. هذيك هي الحياه الشخصيه دائما تعرف ربي يستر. لا تاع شحال مخبي دراهم. حنا بمثل الشعبي نقولوا بلي ماشي راه تزوج باين درت فوالا معليش الحياه الشخصيه وكلش مربوط بالدراهم. مام لي فاكونس ولا راح تجوز فاكونس. راح تجوز فاكونس معناتها عندك دراهم درتي دراهم، راح تتزوج درتي دراهم. هذه حياه الشخصيه تاعك. ثاني كاين واحد السؤال حسن صلاح الزرقاء، كاين واحد السؤال اللي شخصيا اللي انا ما نحبوش. شنو هو؟ شحال تخلصي؟ صافي بليزير. هذا هو اللي نحبو. عندك طلع عندك عقربه انا مخبيتها. لا حس المثل العربي المثل الشعبي يقول حنايا نقولوا مسكين واحد اللي خدام شهريه عباك يستنى هذاك الشهر وقتاش تدخلوا لابي. حنا مين نخدموا كاع شركات كاع الشركات نخدموا فيهم يقولوا يا خو هذا الشهر فيها بريما فيها الغابيل كاع نستناو ولا تسمى لا كاين دراهم. حنا الجزائريين كاع نخدموا غير على الدراهم. بصح كاين اللي كاين اللي يحوس وراك رايح له جيت فيه جيت وسمها مك زراعي مك.
اه باكي تبطلت على النيفو دوك هذيك. لا لا ما يحوسوش على دراماك وكاع هذيك. كاين وكاين عتيقه. نعم كاين المرحله الاولى، المرحله الثانيه تاع تقرعيج. كان عنده ماجستير، كان عنده دكتوره في تقرعيج، كل واحد عنده. لا لا كاين، شوف علاش يقول لك عطيه لي فاهم له لقرا. طيبو مسكين ماشي قاري بصح فاهم. صح عتيقه. نعم. معليش باش نصلحوا المشاهدين الكرام، عندك الحق واش قلتيها، قالوها ناس بكري، لكن في الحقيقه اعطيه لي فاهم وزيد قرا. لا لا القرايه لازم العلم. يعطيك الصحه، حنا نبدلوها. اللي قالوها بالك غلطوا، ماشي كل ما هو ما قيله صحيح. اه اوكي. نعم. السؤال الثاني يقول يا عتيقه الجميله الرائعه الموجوده معنا الحلوه الهلي عائله، اعطوني التفيقه على عتيقه يلا. وش هي الامراض اللي تصيب، يعني اللي تجي للجزائريين يمرضوا بها الجزائريين بسبب تقرعيج؟ واحد ضعف البصر اللي ما يشوفش، ديبريسيون يقبضوا ديبريسيون، تساقط الشعر، او مرض القلب. القلب عتيقه عندك اربعه، نعاودهم لك. ضعف البصر اللي ما يشوفش مليح، حتى المشاهد في الناس، ديبريسيون تهبل يطيح له الشعر، ولا مرض القلب. يلا يلا دقيقه عتيقه. نعم نعطولها الوقت عتيقه طبعا. بازي محمد بي ام دي يقول لك مرض القلب. يا سلام عليك يا محمد. عتيقه واش قالت؟ لا ديبريسيون. ديبريسيون عتيقه وديبريسيون. راح نشوفوا النسبه عند الجزائري شحال يقول. عتيقه عتيقه يا سلام. اذا نعطينا 40% عتيقه صحيحه، ديبريسيون يا سليم. وكذلك ضعف البصر 21%، وتساقط الشعر 8%، و 29% مرض القلب. صح انا عتيقه عندك نقطه في هذه المرحله. واش هو مرض القلب؟ انا معاك قلب. نعم انا مع اخي الكريم في مرض القلب. باسكو تقرعيج يدير مرض القلب. صحيح قلت لك قلبه بحاجه ماشي تاعو. حاقد على الانسان شغل، تشوف من بعد تسمع، من بعد تشوف، من بعد تسمع، من بعد قلبك اوتوماتيكمون يتنفخ. علميا يتنفخ القلب، من بعد يولي يخرج من القلب، فهمت؟ وما تقلبك ديبريسيون. لا 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 ديبريس باسكو هذيك حاجه سكينه منها مادام قالوا سليم كاينه منها. واش قال؟ لانه 29% قالوا مرض القلب. كذلك ما تنساوش ضعف البصر اللي ما يشوفش مليح، تلمو يقرا عاد. علاش علاش دوك نقول لك ما يشوفش مليح؟ هي وين؟ لانه دوك اللي كرام يبنوا في لي باتيمون راهم يبنوا في اللوجيا ولا في البالكون، ماهمش يغلقوه، يديروا كي شغل تقابي. ايه. هكا متقابي والريحه ويدخل. سيتادير البوسيير، سيتادير الغبره. ولا بوسيير وكامل تقيس العينين ولا ما يشوفوش. يلا كاتارات. دي كاتارات. يلا نروحوا السؤال الاخير. يقول السؤال الثالث عفوا، يقول واللي هو الاخير، وش هي الوسيله اللي يستعملها الجزائري باش يجيب خبر حصري؟ يكتفي الجراتوي ويبقى يسقسي، يبقى في البالكون يعس، ولا يكتفي جي بي اس، ولا يستعمل الجمال؟ يلا عتيقه. يكتفي الجراتوي يبقى يسقسي، يبات في البالكون، يبات في البالكون يعس، يكتفي الجي بي اس، ولا يستعمل الجمال؟ يلا عتيقه. عتيقة واش قلتي؟ في زوج. لا لا عتيقة لازم واحد، جامي صرا في الديانة. عتيقة خيري بين واحد واثنين. يلا عتيقة دوبل اوبسيون هذا. عتيقة خمي مليح، عندك كوبي من عتيقة. عتيقة في آخر. عتيقة يبات في الباركون، تضلي تباتي في الباركون تعس. تعاودتي انت كذلك تبات في الباركون تعس. وكذلك اكتيفي الكرات باطل ديال الحاله. راح نشوفوا نسبه الجزائر، نشوفوا الاجابه شكون هو عنده اجابه صحيحه. يلا اذا 63% يكتيفي الكراتوي ويبقى يعس. سليم. اما الباقي يا سليم، يا سلام عليك. لا لا مكتوب 63 يبات في البالكون. لا لا عتيقه واش كتشوفي بالكون؟ اه كي مريضه البصر قرعشتي بزاف. نو يكتيفي الكراتوي على قريبة هذا القرنون. يكتيفي القرنون الكراتوي. عجبتك البالكون؟ كي عتيقه احكي لي، كنت صغيره كنت تطلعي من البالكون؟ عندي بوان كوم مع البالكون. قرشتي على مول السردين؟ نطلقوا له كي يبدا يعيط السردين نقول له نشرو عليك. انت كنتي في روتشو ريتشوسي؟ لا لا كنت نسكو بروميير ايطاج. ريتشوسي عتيقه؟ لا لا بروميير ايطاج. بروميير ايطاج انت هي ديجا بروميير ايطاج سانكيام ايطاج. ايه كوبرا عالي. عالي عالي الله يبارك.
كيجيبوا كيفاش طلعتي درتي الطابوري؟ لا انا ندير طابوري فوق طابوري. كملي كملي عتيقه. غادي نجيبوا السردين. ايه ندير كسكاسه ونحبط نشري ولا ليان. اش السردين هو مسكين يشوفني طويله كيهبط يشوف حياه تمشي. متألقة دوما. تحية كبيرة لعتيقة ضيفة الشرف لأديا سوبر سان دي زاد. إذن في هذه المرحلة حسبتوا ثلاث نقاط يعني ست توالي. يا سلام عليكم. يعني الآن نروح نشوفوا الجزائري واش قدم مع زركان. اذا معنا ماركيزيو لاعب المنتخب الايطالي سابقا، ماركيزيو غرون جوار نعرفوه كامل. وين هي الحاجه اللي يحبوا الجزائريين يقرعجوا عليها بزاف؟ اسكو الحياه الشخصيه ولا شحال راك مخبي دراهم ولا وين تجوز لي فاكونس؟ بون جو بونس الحياه الشخصيه بلوس. لا لا حياه شخصيه. الحاجه الاولى اللي يحبوا يقرعجوا عليها بزاف لي زالجيريان سي حياتك الشخصيه اخو، يحبوا بيموتوا على الحياه الشخصيه. هذا تقرعج هذو فالغين شغل هكا ما يقعدوا في الاخر يعسوا اللي طلع لي طابط. ماركيزيو يتكلم العربيه هنا في مركز الجزائر الوسطى. شكرا لك ماركيزيو. اسمع هذاك النهار عطيت كفرون مع الطليان ضربتها في البار ما حبش تدخل يا ما حبوش يكونفوكي وانا تشوف يا قبل ما نروح لزرقان واش دار في السونداج نرجع لك انت عتيقة، شكون تفاصيل من لا ميموار؟ يا سلام سؤال صعب. سؤال صعب جدا. ولكن تقدري تقولي. بيان سيغ. شكون تفاصيل من لا ميموار؟ اللي ضرك. عاوديها لي عتيقة وديروا لي كرون بلون على عتيقة، شوفوا كيفاش قالتها. ومع الضحكة تاعها والابتسامة واش خطرت من قلبها. استمعي. قلبك بيض انت على بالي ما تفهمش. حليب. صح. قلت لك شكون هو تفاصيل من لا ميموار؟ واحد اللي ضرك. بصح الطريقة اللي قلتيها لي ضروك عتيقة. بياسر واحد يضرك. بياسر فاصيه من لا ميموار. عتيقة بصح الحمد لله كاين ناس وقفت معاك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هكذا. الحمد لله. وأنت مازال كي واقفة على رجليك. الحمد لله. أنا كون مازلت عندي الأغنية تاع ناعمة اللي نحيوها. مازال لي على ديدي غنيها لي. ما نعرفهاش. هيا غنوها لها اليوم حافظة غنيها لها هيا غنيها لها. هيا غنوها لها يلا. مازال لي على ديداني بخير عليا هذا مش نعرف مازال جينجل عتيقة أختي. نعم. في هذا التحدي راح نجيو لك في بلاستيك واحدة عزيزة عليك اللي لعبت الدور هنا وتحبيها بزاف وكانت حبيب ومازالها حبيبتك ومازالها تحبك ومازالها تتصل بيك ومازالها تعزك وتحبك وتجوزتي معها حياتك. وي. باية بوزار بيونا. يا عمري. راح تشوفي واش دارت وتعاودي لنا نفس واش دارت. يلا كي واجدة؟ أنا واجدة وي. يلا شوفي معنا. عاودي علي هنا نرمي زبال لا اما نرمي انت ها ها تحت على هالحسن تحت كل حسن حسن كرات مالي تحتنا كيف يعرف لي احنا كيف يعرف لي احنا يا عمرتو ناول تحكي لي عليه يا ويدي لونكيت كثر من كولومبو تعرف هذاك الزبال هذاك شقاره نتاع زبال دوق يلف لي ها ويعرف شكون راح تروح وين جابدك وين تروح
تفرش على دماغي انا. انجلس مفهوم ما كانش، مفهوم ما كانش. هادي قولي لي نوال تاع سعلة. هي سيرو عرفته، عرفته. كيف عرفته؟ بصح ما شفتوش، شفته غير من الوراء طالع في الدروج. يلا بيلو عطينا الاكسسوار تاعنا، طيح تحيه كبيره لبيلو جبنا قايد كزبلت على الفاطمه يا ولدي. نحكي لي عليها، احكي لي عليها. قاعد عتيقه واحد لبت لي يقول لك اذا شت طويلها ربع في القصير مورا. هي كنحييهم بالمناسبه كاع الممثلين اللي جازوا دوك يقولوا على عتيقه وبيولا اللي لعبتوا بزاف كيف كيف. يقول لك تقول لهم، هي تقول لهم لا شتوا طويل سابق عرفوا القصير مورا. القصير مورا تحيه كبيره ان شاء الله ربي يطول معاكم ان شاء الله ونحييهم كاع هاد الممثلين اللي كانوا في هاوليك. هاكي في الفيلم اللعبينا شخصية تاع بيولا بطريقتك انت. يلا شكون ارمام اللي يشرب جو دورونج وشرب سعيد؟ شكون هضري زعما دير لنا خيال، تخيلي قولي زعما جارتي زعما انا رميت عليك زبل حاشك زعما كاين جارتي كبسوله انت يلعبوها معليش. يلا بو هاد الزبل تاع كبسوله انا زعما مديناش. يلا فزا شوفي الفيديو. احضري بو حاشا سامعين يما فجرت حسونة قلتيني يما بعيد شرح حسونة يا بابا يا بابا شو شربت عليا. شوفي شوفي مش كاين، شوفي مش كاين نرمو عليا من فوق. شوفي شوفي شكون يا بابا على بالك هذا شكون؟ شكون هذا دار كبسولة هما اللي كلاو البقارون يما اللي كلاو البقارون وجيب يغنج والقهوة في القوبلي يا بابا هذاك راجلها المصفار روحي يا بابا شفتي شوفيني يا زيدي شوفي زيدي شوفي زيدي شوفي يما الخيوري 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 مش كلام وهذاك الدواء تاع من؟ دواء تاع عيبات كبسولة هذا مسكينة هذا السعلة صفي اللي نسمعها من الاثيوبي اللي كانوا يتكحكح يا يما مغبولة زيدي شوفي زيدي شوفي نقولك حاجة زيت الزيتون تاع السوبيرات شفتهم كي كانوا يقضوا يشرو فيها وين زيت الزيتون السوبيرات يا يما تعمل تاع عيبات كبسوله دائما عيبات كبسوله شتات في عيبات كبسوله يا يما وبابها بابها واش تشوف تشوف بابها وراق راسو رجلي شفيا بيلو بيلو ضربت بيلو خويا بيلو شكرا يلا بيلو طبعا طبعا المشاهد الكرام تحيه كبيره لان فايف اللي حضر معنا دائما والثلاثي الخطير اليوم فريق رائع سكيكدا والعاصمات عندهم عندكم حاجه تقربكم اللي هي البحر الابيض والطرس انتم هايلين وهايلين بزاف بلاد لي فريز بلاد لي فريز دار فراوله يا سلام فراوله يا سلام الان نروحوا الى زرقان جينجل دم لا بولا نعبون لا بولا فامو منول اللورا ووك ووك كما نخدمو عندنا دير دورا في الزلق النيلو دي تريتمو ما تحكم على الصورة قيس شوف قبل ما نشرمو شكون اللي قابلني ما فاملي مزانا مي زادنا شكون اللي قابلني محاومي جاحتي قو ايو بون السلام عليكم نبدا لا كرونيك تاعي كما تبداها وسيله السؤال يقول هذا وسيله اخرى بون عندنا السوجي تاع اليوم سوجي تاع تقريج حسن قبيل انت قلت باللي تقريج ما كانش في العالم كامل كاين غير هنا في الجزائر انا من هذا المنطلق راح نمشي لك في هضرتك ونقول لك باللي كاين تقريج اير الاجانب عندهم تقريج مي الاجانب البك ما عندهمش تقريج ولقيت تقريج تلقى تقريج تاعهم كيما نقولوا حنا يقرعجوا على لي ستار كريستيانو رونالدو
يقراجوا على ميسي، يقراجوا على ان غرون شونتور، فهمت؟ حنا عندنا الكونترير، حنا عندنا لي شونتور ولي ستار هما اللي يقراجوا على الشعب، فهمت؟ شكون يدير له ابوني لي زابوني تاعو هذا قداه، هذا واحد دير لي جام شكون؟ والباك الجزائري فيها عفسه يحب يقراج وما يحبش يقراجوا عليه. انا عندي واحد صاحبي عيطوا له خبر عاجل، هذا خبر عاجل خطره احنا شرينا فريجيدير دخلناه على 3 تاع الصباح كيما يدخلوه كيما الجزائريين كامل يدخلوا الفريجيدير على 3 تاع الصباح. صباح كي تلاقيت انا وياه قال لي خويا شوف شنو هذا سيلفي كمل نسخيبه هذاك اسمه لي سنابي يتقراج عليك كيتقراج عليا الوغ كو كي تلاقيت مع صباح قال لي لومبالاج برك تاع الفريغو تاعكم اللي جبتوه البارح راني نحتاجو واش حسن اعتقد انا نهضروا تقراج نورمال تقراج احنا رانا نقراجوا راكم تقراجوا عليه وي انا وحسونا من كلاسي الاولين مو تاع تقراج انا هادو تقراج ديكلاري على بالك داكور كمل والبيك الناس اللي تقراج عندهم حلول لمشاكلهم كي يحب يقراج على حاجه عنده هو سهله مره كيما انا واحد النهار روحت للدار لحقت الحومه تاعي على 5 تاع الصباح لقيت هذا خبر عاجل قاعد قلت له شحال راهي الساعه قال لي ما عنديش الوقت بصح دوك ندبر لك الساعه وصار يصفر ويعيط في الكارتي يصفر ويعيط طرت واحد العجوز يا يلا لي تربحكم على 5 تاع الصباح ميرسي الحاجه الور صاحبي هذا خبر عاجل سيري ديتير عنده هو تماك شغل ورثها على يماه واحد خطره يماه باش يضحك مو باش تحبس تقرعج الور واش دارت شرا لها بارابول وقال لها شريت لك تلفزيون واش تحبي تشوفي شوفي الموندو كل طروا جورا بري قالت له بيع بيع هذا قالت له ما عندي ما ندير به قال لها علاه قالت له ما فيهش الجيران واش ندير به انا الانسان قرعج كيفاش تعرف بلي الانسان هذا قرعج الانسان قرعج توجور كي تكون انت تهضر هو يسكت ويسمع لك كيما دوك راكم ساكتين وتسمعوا لي انا قرعجو والقرعج كي عيط لك الناس تقول لك الو واش راك القرعج عيط لك يقول لك الو وراك ها وي سي بور سا سي بور سا وانا على بالك درت دراسات مع مقا وكبيره لقيت بلي النساء يقرعجوا اكثر من الرجال لا بروف حسن كون يروح العرس يروح حسن للدار تقصيه مو تقول له حسن وليدي كيفاش عقبت العرس يقولها هاي لما ويروح يرقد الور كو وسيله كون تروح للعرس وتروح من العرس تقصيها امها تقولها وسيله بنتي كيفاش عقبتي العرس ايما في رايكم له هذاك القاطو وهذيك اللبسه فوالا خليه زعما ديريكت زيد تكملي يبو تقولها يباها تقولها زعما جذبيه العرس واش من زوج حبات حلوه سرباوهم تقولها تقولها واش لبست بو واش لبست زوج روبات شنا مي وسيله كي تروح من العرس تقصيها امها تقولها كيفاش عقبتي العرس بنتي تقولها اما ذاك العرس هنا نفهموا بلي لا ديسكسيون راهي 10 سوايع في رايكم ليه وسيله قرجت على كلش دخل للصالون حسبت تنسى اللي فيه الرجال حسبتهم في قداه الربا منين كراوها الصالون منين كراوها يعني في قداه جابوه وقالوا شكون دارتو صح بار كونتر حسن مسكين كيروح للعرس ياكل شوي يشطح شوي يجي مروح كيف عقبت العرس حسن هايل وعلى بالكم مثلا وسيله كي تهز حبه قاطو كي يعطيوها في العرس حبه قاطو هادي اسمها كرونيك وسيله وحسن نغطو نسميوها وسيله وحسن برافو عليك وسيله كي تهز حبه قاطو في العرس منين تذوق حبه القاطو فيه المظهر فيه السكر تعرف حتى بلي مخدوم صح الجوريه القوريه تاكل حبه قاطو مي كيفاش 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 تقراج القوريه على القاطو شكون يقول لي مي شراتو ما تاكلوش ميم فام دايره ريجيم القوريه ما تاكلش القاطو ناس وعلى بالك اكبر قرعاج في العالم هو لاجون سيكوريتي لاجون سيكوريتي هو اكبر قرعاج في العالم لا بروف باش تدخل تا لوبيتال تهضر مع طبيب يهضر معك طبيب يهضر معك لاجون سيكوريتي بلاص الطبيب غير جيت الحق يقول لك واش راك لاباس بخير فيه جيت وليه جيت في كدا جيتو وفي كدا راكم مريض اش ما بيك هو طبيب والله 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 طبيب. والله تلقى تقرعيج عند قاعه الانتظار تاع الطبيب تلقى في لاصال داتونت الناس قاعدين بعد بعد وحده تقول صاحبتها تقول لها واش بيه وليدك
نقولها ولا غير رجع عنده الكراجم. علاش ما درتيلوش القارص والزيت والعسل؟ مالك على بالك انت القارص والزيت والعسل؟ علاه جاي انت لطبيب ثاني؟ ميرسي بوكو، شكرا. تحية كبيرة لزرقان. يلا تحية كبيرة اللي حاضرين معنا دايما، تحية كبيرة اللي عتيقة طوبال سليم. أيما على محمد، أيما على محمد حمدي محمد. يلا F5 يا سلام. وسيلة زرقان. شكون اللي قرأت عليك ام 5؟ لازم تقولنا اليوم. المرة ديالي. شكون؟ المرة ديالي. يا عمري بزوج. ايه. يا عمري صافي فريزير. الله يسلمك. وعنده دراري. صغير الله يبارك. الله يتزوج صغير. عيطت له كبير كنت نسمع. واش تقول لك؟ تقول لك رايح لاديان وتقول لك طبعا وتقول لك. قال عاد كي نلبس وراك رايح. لا لا. شك تاكل في هذه، شك تشوف هذه. انا سمعت كبير واش كانت تقول. واش كانت تقول لك؟ قرأت عليه زركان، قرأت عليه. واش قالت له زركان؟ كان تقول له الو وراك؟ قالها اني مع جماعه. راني نقول لك وراك. قالها دقيقه برك دوك نعاود لك. قالت له نقول لك وراك ما تكوبيش. قالها دوك دقيقه برك ما تكوبيش دوك نقول لك وراني. راني نقول لك وراك. قالها راني تهرناش هي صح صاحبي يسمع. قالت له صح كيف قلبي برك. واش اسمهم وليداتك؟ ها وليداتك اسمهم؟ بنتي بنتي ايلين. اسمها ايلين. ايلين تحيه كبيره لايلين بنت الفايق. عتيقة راه جنة. قالوا لي باللي عتيقة مهم كي تعيط لها وراك. وراك انا يقولوا لي تيا لا يقولوا لي بنقول لهم. انت تقولي مس الخير تقولي ديريكت وراكي. لا لا نقول مس الخير وبعد تقولوا وراك ولا وراكي فيها. اذا عتيقة اليوم طلبوا لي لاريجي وكاع اللي راهم داخل لاريجي قالوا لي الان يحبوا واحد الاغنية غنيتيها ودرتي بها سكسي كبير قالوا لي لازم تغنيها كان شوية. تعرفوها انتم الاغنية تاع عتيقة؟ واش هي؟ هيا روحوا يا ناوي يا ناوي يا ناوي يا عتيقة عايزة شوية. يلا يا ناوي 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 عتيقة مولاة الخانة. أيوة يا عتيقة أنا مادام ليا نسمعها بصوتك وحدك وتعطيني هذاك يما وطويل وشباب تمليها لي تما واحد زوج ثلاثة يلا. يما وحبيت نتزوج يا يما. يما وحبيت نتزوج. يما وحبيت نتزوج ماشي براجل معوج. يا ناوي 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 عتيقة مولاة الخانة. يما وطليت من الباب حي. يما وطليت من الباب. يما وطليت من الباب ولقيته بطويل وشباب. زغريت سبيسيال ليك عتيقة هادية. بنتي نعم. اسمع الطفلة هادي عطوها تيم الولاد دي جي. إذا لحقنا لمرحلة أعرف دي جزائري تكون حشوة من خلال شحال عندكم؟ عندكم تقدروا تجيبوا خمس أسئلة صحيحة أكو عندكم يعني جزائركم اي صافي عندكم. اذا 26 ثانيه ربحتوها من خلال المراحل الاربعه. 26 ثانيه يعني دقيقتين و26 ثانيه من خلال دقيقتين و26 ثانيه تعطوني الاجابات الصحيحه. نسالكم وين قريتي ماطن دقيقه عندكم باش نعرفتوهاش الا ما عرفتوش الاجابه ديروا باس بهذيك بالزر. عندنا 30 هنايا. علاش 30 عندك؟ شكون في عالمك كيف بزيتو نحيت لكم اربعه انا من قبل تشدوهم. نحيتنا أربعة. شحال هادي زين؟ 20 20 و10 ساعة عنده الحق سيد الوزيرة.
هاد الشعبك راه يجينا حولك ربعه وما كرجعناها لكم. اه داكو. ايه حنا نحينا لكم ربعه لانه كنت انا كنت تلميذ شهيد. شهيد يعني. سمعتوها تلميذ نجيب رجع شهيد. يلا جينجل. راكو واجدين؟ وي. عندكم 30 ثانية. يعني دقيقتين 30 ثانية راح نقراها لكم بالعقل، معناتها عندكم الوقت. يلا السؤال الأول يقول اسم اسم الممثلة اللي لعبت دور بنت عثمان اللي وات في فيلم عائلة كناس. صبيحة شامي حبيبتي. تحية صبيحة شامي تحيها. المدينة الجزائرية المعروفة بإنتاج المشمش. بيتنا. صحيح. أعطيني أربع معاني لكلمة صحة. صحة تاع تكوبي، صحة الهيلث، صحة صحة تاع ليكيدي. إيه؟ صحة زيد. صحة زيد وحدة. صحة صحة شغل باي باي. صحيحة غير صحيحة. يلا نروحوا. شحال يدير الكيلو تاع البطاطا في المارشي؟ 7500. جيد 7000. 8000 سعيد. واش هي أعلى سكيدة شحال؟ أبرك 4500. 8000 سعيد. واش هي أعلى قيمة في الجزائر؟ الجزائر. اه في الجزائر. يلا ما عرفتهاش. ما عرفتهاش جيبو زي عبزو. يلا عشق مليح. وشن هما الوان فريق اتحاد بالعباس؟ خضر بيض احمر. سي جيد. شكون هما الاعضاء اللي في الجسم الانسان اللي يستعملهم الجزائري في التقرعيج؟ كلش بون. العينين، الخشم، الودن. صحيحه صحيحه. خشم وصلح مرمون. شكون هي جوهره الشرق الجزائري؟ عنابه. صحيحه. كمل المثل اللي يقول من رقب الناس. ما جبتوهاش ديروا عبصه ولا ما جبتوهاش؟ واش عقب عقب. شكون المغني اللي غنى اغنيه ازرق سعاني؟ ازرق سعاني شمامي. عاودها بصح. يا صحيحه. اللي عاودها لاعاد اغنيه شمامي. طبعا نروحوا الى سؤال اللي ما جبتوش. واش هي اعلى قمه في الجزائر؟ عندكم 43 ثانية؟ ما عندكمش. طهات 3003 متر. ما خليناش الجغرافيا بكره. لازم تعرفوها لان هذه بلادنا ونحبوها. عندكم اسنا دقيقة نعطي لهم اجابات اللي ما جابوهاش. جابوا كل الاجابات. اذا عندكم 9 اجابات من 10 والاجابة جيز جيز. طبعا التذكير فقط باش نعطوا كل واحد حقه انه ولايه باتنا انتاج المشمش، ولكن المنطقه اللي معروفه بالمشمش هي منطقه القاوس. باش نعطوا كل واحد حقه. تحياتنا لكل اللي شاركتوا معنا اليوم وجيتوا نضياف عتيقه. فرحانين بوجودك معنا. الله يسلمك. تعيش طول عمرك. شنو الجديد تاعك؟ واش كي يعني اليوم لحقنا الى عباك ما حبوهاش المرحله الاخيره هذه، ولكن واش تقول لنا عتيقه؟ كلكم نشكركم على الحصه ونشكر الدعوه ونشكر قناه نوميديا. طبعا واش عجبك يعني اليوم؟ واش حسيت اليوم معنا اليوم؟ لومبيونس. لومبيونس ديما تبلي لومبيونس بالوجوه ديالكم النيره. حس حس حسونا كبسو. انا كبسو. انا وليت. لا لا كبسو. كبسوله زرقان وزرقان. عتيقه شكون ترشحي يكون معنا في الحصه ديال الحصه الجايه كوميديا؟ ان شاء الله لي كوميديا كاع نجيو يجوزوا فيها. شكون هو اللي تحبيه يكون معنا؟ ان شاء الله كاع. نرجع لك بي ام دي. شنو جديدك؟ واش حاب؟ واش عندك مستقبل؟ بون كمشواري سولو اللي بديته مؤخرا من الجزائر، كان لازم نبدا من الجزائر بيان سير، باسكو لازم يكون المنطلق تاع اي فنان لازم يكون في بلادو. مشروع ان شاء الله تاع البوم سينجل دوزيام وكليب ان شاء الله قريبا، و اون ميم طون راني نخدم على الالبوم. شفناك في البدايه انك انطلقت مع فريق ام 5 يتشابهوا تقريبا ام 5 وذا 5 لليوم كنتوا خمسه، اليوم راك وحدك اليوم. هل هذا منطلق لمشروع جديد ولا انك دائما على بالنا بلي علاقتك طيبه مع الفريق؟ لكن مغاربيا اليوم انتم الفريق ثلاثه من المغرب العربي. وي وعربيا معروفين، لكن اليوم في الجزائر
يعني النسبه قليله ولكن الحمد لله اليوم راك تبني باش تعطي اسم فوالا جوستمون. شوف حنا تسمى مام المنطلق تاعنا كان في لبنان وكان في الام بي سي تسمى يعني تعرفنا عربيا يعني لي فان تاعنا كانوا من بزاف بلايص في العالم العربي. الو كان بقينا في دبي فتره ومن بعد عشنا في لبنان. هذا الشيء خلى الفئه تاع المشرق اكثر في لي فان تاعنا. يعني انا بور موا كان 50% من لي فان تاعي كانوا من ليجيب مصر. مؤخرا كي نزلت الكليب طلعت النسبه ولا درك الجزائريه كبرت. عفوكم بالجزائر طبعا بيان سير. دوك اغنيه شهيره لا بزاف لا هي لا بزاف تعرفت زاد في فلمون كامل في بصح الاغنيه تاعي السولو هي اللي عرفت الناس الجزائريين بيا اكثر. ودوك صار نسبه متقاربه شويه قريب نغلبوا لي جيب وهي اللي راح اليوم اللي جيت لنا بها جديد. فوالا احنا قبل هذا سليم خويا احنا سعداء بوجودك معنا لانه صديقك ما تقرعش بزاف لانك تقرعش بزاف. كلمه للجمهور اللي راه حاضر معنا لمنطقه حروش لمنطقه سكيده نقرعج عليهم نقرعج عليهم وقلنا كلمه اليوم. بون كلمه ليكم بعد كلمه ليهم صافي بليزير نكون معكم اليوم ومرسي على الضيافه وكلمه للناس الحروش نحيوهم ان شاء الله يكونوا لاباس لاباس واهداء للوالده والوالد ربي يحفظك ربي يحفظهم. بلو انتم راكم العائله انتم راكم معايا انتم مال الدار بلا ما نقول لكم والو. انا راني فرحانه كي شفت بلو شادوش بلو الان نعم الله يسلمك عتيقه شكرا بلو عطوني تحيه كبيره لبلو يا سلام عليك. عتيقه فريق العمل اللي وفريق تاع اديان يهدي لك هذا التروفي وقناه نو ميديا وقناه نو ميديا طبعا ميرسي بوكو. عطوني تحيه كبيره لعتيقه وتويله لعتيقه إذن احنا حبينا اليوم أرواح مشاهدنا الكرام مشاهدنا الكرام اليوم معنا بيام ديلي حضر معنا وصولوا اللي حيتعرف عليه الجزائري من خلال حصتنا أديان حصتكم أديان 100% دي زاد اللي ضيف نفرحانين نقرعج عليه جيدا. اليوم احنا نسمعوا الأغنية تاعو حصريا على قناة نوميديا. إذن يلا اطلقنا الأغنية بي ام دي يلا ميكرو يا حبيبي وتقعد معايا اليوم ولي أول مرة تقعد معايا تقعد معايا طلع ميكرو اقعد معنا من فريق العمل حسن ادخل 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 يلا ابدأ الأغنية يلا شوف يلا يا جمهورنا العزيز لو حاضر معنا قلت لكم مشاهدينا الكرام باي باي حسن حسن